السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. درسنا اليوم على اللي جرافسات، الجرافسات سينكرونيزي. نحاولوا نحكيوا على الجرافسات هذه واللي في رؤية طاب في الجرافسات. خذينا ان سيستم دو فابريكاسيون دو كابسول، دونك سيستم تكنيك كانت تعطى في باك قديمة، لكن ما كانوش ما كناش نقريو الجرافسات سينكرونيزي. دونك تبرمجت في 2014-2015، يعني عمل عام ناول. هات نعرفوا على السيستم هذا وال ديفيرون بارتي في السيستم هذا، ونحكيوا على اللي جراسات سانكرونيزي كيف تصير الوضعيه هذيك. سيستم دو فابريكاسيون دو كابسول، خذينا السيستم هذايا فيه 5 بوست. هات نقراو الديسكريبسيون هكا باش نشوفوا او ميم طون لو فونكسيون نتاع لي ديفيرون بوست. الديسكريبسيون دو سيستم: لي بيس اريف دي كوبي اي برازي، ال سون ميز اون بلاس سور لو تابي تي بوسيدون سور دي با ريغولير. Du support pour la mise en position des pièces. Une cellule P1 contrôle leur présence. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que tapis est tapé roulant, commandé par le moteur MT. Il est tapé roulant. La mise en place de la pièce, le capteur P1 est actionné. À la suite, je vais vous dire les opérations de pliage et d'usinage, perçage et frisurage sur les postes 1, 2, 3 sont déroulés successivement. Donc, je vais vous dire le poste lourd, le poste 2, le poste 3, le poste 3. Se déroule le fonctionnement successif, يعني واحد ورا الاخرى. Il vous dit le poste 5 éjecte, le poste 5 اللي هو هذا اللوطاني. Ok, il est مكتوب عليه poste 5, éjecte les pièces. Les pièces correctement percées dans le bac de récupération après contrôle de perçage au poste 4. يعني ماشي يصير الكونترول نتاع البرساج او بوست 4. اذا كان بيس بون سي ليجيكسيون فير الباك دو ريكوبيراسيون. مي سينون سي لو برساج اي مال اكزيكوتي لو كابتور سي بي اتاكسوني. اذا كان البيس مال اكزيكوتي يعني البرساج نتاعها خايب، دونك الكابتور سي بي هذايا اللوطا اي تاكسوني. شي يصير وقتها برساج نون دي بوشون. La pièce reste sur son support et tombera vers la suite dans le bac de rebut. يعني البيس نتاعي اذا كان بيس باهي يصير ريجيكسيون نتاعها بار لو فيراسي 5، اذا كان بيس خايبه تواصل لهنا على السيبور ما يخدمش الفيراسي 5 وبعد تيح بار لو بوا دونز ان باك دو ريبي نتاع لي بيس ديفكتيوز. دونك عطانا السيستم تاعنا، عطانا البوست الاول بوست دو فورماج دي بلي عندنا سورتي اورونتي دو تي دو فيران. دونك وقتها يصير الفورماج يعني البلياج نتاع البيس يخرج تي دو فيران سويت ماشي يرجع، يعني عندنا دو سونس sortant en rentrant. Donc par référence A, distributeur M1, on dit A1 pour commande la sortie ou A0 pour commande de l'entrée. Le perçage kif-kif, on a référence 2, le perçage commandé par le moteur MT2, donc on a le moteur MT2, commandé par le pré-exténeur KM2. En fin de sorte, on a des montées ou des descentes, ou on a une rotation de moteur MT2. Pour faire l'opération de perçage, on a le frisurage. On a le frisurage, on a les entailles de la pièce. OK, commandé par le VNC3, que le VNC3 juste pour commander la montée ou la descente. Dès que le moteur est d'avoir fait la friseuse, l'outil de frisage, donc le moteur MT3 commandé par un prix externe KM3. OK, de même, on a des contrôles de perçage par le VNC4, monsieur Abatan pour contrôler la profondeur, un jauge pour contrôler la profondeur, il est commandé la profondeur, donc on a un capteur CP est actionné. De même, on a l'éjection de la pièce. L'éjection de la pièce tire par le VNC5, okay, commandé par le pré-exténeur M5. Donc, attendre le graphique point de vue système. L'étape 0 est l'étape de repos, système en état d'attente. Lancer le cycle, si présence pièce. Amener à un poste, c'est-à-dire quel pied lancer le départ cycle. يعني لوسك لا بجابوي سو بوتون دي سي ريغ اي بريزونس دو لا بيس سي بريزونس دو لا بيس بار لو بي لو كابتور بي ان وقتها سي لامناج دي بيس. اوكي لامناج دونك تاعك على الموتور ام تي ان، كي نقرا الموتور هذا موتور دونترينمون دو تابي بور فير لامناج دي بيس من بوست الاول الثاني الثالث الرابع سويت. اوكي سي بيس سا ايتي اريفي فير لو بوست 1 اللي هو هذا، يعني ديتكتي بار لو كابتور بي 2. ايسي لاري دو موتور اللي لاري دو موتور هذا مناج، ويصير لي كاتر اوبيرسيون سي فارد وقت البلياج البيرساج الفريزوراج اي دو ميم الكونترول، يعني الاربعه يخدموا سيمولتانيمون في نفس الوقت. سي بيس هنا عندي مازال دي بيس، دونك يكون سيكل كونتينيو او بيان سيكل بار سيكل. دونك هذا كان السيستم تاعنا. طب مطلوب منا اون سي ريفيرون او دو سي تكنيك. دونك نحكيو على الدوسي تكنيك تاعنا.
يقول لي كومبليتي لو جراف سيت دو بوان دو في بارتي كوموند، جراف سيت سينكرونيزي او بوان دو في بارتي كوموند. دونك اول حاجه بالنسبه للجراف سيت سينكرونيزي نحاولوا نعملوا دي كومبوزيسيون دو نتاع لي سو سيستم، كل سيستم يعطيه لنا وحده. يعني عندنا سيستم دامونال دي بي اس، سيستم دو فورماج دي بلي يعني نحكي على سيستم دو بلياج، سيستم دو بارساج، سيستم دو فريزوراج، سيستم دو كونترول، اي انفان كي نحكي على كونترول نحكي على بيس بون او بيان بيس موفيز. اوكي دو ميم باش نحكي على جرسات دو كورديناسيون. هاد نتعرفوا صح جوست ان بارتي كور، هذه الحاجه بيك تحفظوه لي او بيان تحفظوا وتقمروا مش عارف عليك. دونك حاجتنا بالبارتي هذه سون لي ستاب ا سويفر بور رياليزي الانواع تاع لي جرسات هذوما. دونك يقول لي لو برانسيب دو هنا دو جرسات ان سيت انتر اوتر لا جو دان اوتر جرسات ابلي جرسات كوندويت او بيان جرسات متر او بيان سو كون ابل جرسات دو كورديناتور دون لو رول دو اي لو بيلوتاج دي جرسات اكسكلاف pour se faire les règles suivantes doivent être respectées. يعني هنا هذوما لي سو سيستم اللي عندنا الكل يلزمنا ان جرسات دو كورديناسيون او بيان جرسات متر باش تحاول تنسق وتنظم الوظائف نتاع لي سو سيستم الكل اللي هما سون لي جرسات اكسكلاف. اوكي دونك انا حاجه بيك تحفظ لي جوست هنا لي 5 ريغل هذوما هنا واش حاول نتبعوهم ايتاب باي ايتاب. اوكي نورمال في لي 5 ريغل في دورات ما تعطوش. اوكي اللي نحن حطيناهم في في الجسيس نتاعنا هكا باش نحاولوا نشوفوا هنا كومون فير لي جاس سينكرونيزي اللي عندنا مشكله في لي جاس هذيا. دونك اول ريغل يقول لي لو جاس اكسكلاف اتون ا سا بروميير ترانزيسيون كون او بليزيور ايتاب دو جاف 7 متر سوا اكتيف بور ديكلونشي ليكزيكوسيون دو لا تاش. يعني نقصد بها كوني اول هنا ريسبتيفيتي في الجلسات اكسكلاف هذه هي ترانزيسيون اول ترانزيسيون في الجلسات اكسكلاف بتاع هذه ولا اي جلسات اكسكلاف تستنى اول ايتاب نتاع جلسات متر تخدم باش يخدم. اوكي دونك تقول لي مسيو انا لهنا دي بار دي سي غريغ اي بي 1 يعني لابوي سور بوتون ميز مارش اي لا بريزونس دي بيس يصير كان على جلسات متر وبيان سكون ابل جلسات دو كورديناتور. اوكي واضح. اوكي اول ما يكون الدي سيغريغ والبي اي تاكسوني وقتها عندي اول ايتاب تخدم لي اذا كان خدمه ايتاب الاولى باش يخدم اول سيستم في هذوما الكل حسب السيستم تاعنا حسب الفونكسيون تاع النص. اول سيستم يخدم لي اللي هو سيستم دامنا دي بي اس مانجر نوت اكس 1. اوكي يعني اذا كان خدمه ايتاب 1 اكس 1 اي هنا ايفري دونك سي ليفوليسيون دي جرسيت. واضح هذه القاعده الاولى تقول لك اول ريسيبتيفيتي في الجرسيت اكس كلاف تستنى الامر وبين المتر ما هنا من الجرسات متر. اوكي دونك هذه اول هنا اكسيون الاولى. ثاني يقول لي لا ريغل دو وبين الدوزيام ايتاب لو جرسات كلاف اونشين لي ايتاب سون ريان دو بارتيكولي. يعني بعد خدمه الجرسات اكس كلاف هذه الاولى هي لامناج الاخرين مازالوا ما خدموش الاخرين كل اون اتونت كي نرجع شويه للدوسي تكنيك تخدم لي الجرسات جوست الجرسات وبين سو سيستم دامناج تاع البيس الاخرين كل اون اتونت. اوكي نرجع للنص نتاعي باش يقول لي نكمل المراحل نتاع السو سيستم هذا من غير ما تبدري حتى شيء اللي هي لامناج نتاع لي بي اس كام ان ديتكتيف بار كابتور بي 2. اوكي دونك هذا السو سيستم لوس سو سيستم دامناج يعمل ليتاب 2 باش يقول لي ولا ليتاب 3 كون لو تريتمون اكس كلافي تيرميني اون ايتاب سوبليمونتير سانز اكسيون ريست اكتيف بور سينيالي او غير 7 متر كو لو تريتمون اي تيرميني. يعني كل غرسه اكس كلاف توفى ايتاب داتونت. اوكي ايتاب دو روبو نزيد نسميها ايتاب 12 بعد 11-12. اوكي ايتاب 12 تعمل هذيا. اوكي كل سيستم يكمل يتعدى ايتاب 12 بور سينيالي او جرافيت كو متر كل التريتمون هنا اي تيرميني. يعني اذا كان كمل سيستم يتعدى ايتاب داتونس ايتاب 12. اوكي بور سينيالي باش يعطي ان كونت روندو للمتر باش يقول هنا كوني الجرافيت هذه كملت وبيان البرونش هذه كملت. اوكي هذا نشوفوا نتعرفوا عليه في ليتاب 4 وبيان في لا ريغل 4 ليتا دو سيت ايتاب ليتاب ليتا نتاع ليتاب 12 اللي موجوده قدامي اي تيليزي دون اون ريسبتيفيتي دو غرا 7 متر تستعمل في ريسبتيفيتي نتاع المتر. اوكي جنوت اكس 12 بور كيل بويس بروندر اون كونت لا شيف مون دو تاش باش انا المتر يعرف كون البرونش هذه كملت. اوكي وهو مش باش يخدم حكايه اخرى. فوالا دونك هذه القاعده رقم 4. القاعده الخامسه اش يقول لي ليفولسيون دو غرا 7 متر. اوكي يعني المتر مش يتعدى ليتاب بعد ايتاب 1 ايتاب 2. اوكي اذا كان المتر تعدى ايتاب 2 يقول لي ليفولسيون دو غرا 7 متر بيرمي او غرا 7 كلاب دو سينيسياليزي.
يعني اذا كان تعدي تاني تبدو ايش تعمل؟ تعمل لا روميزا زيرو دو ليتاب دو غراسيت اكسكلاف. يعني جنوت ليتاب دو فريسيب تاع الاكسكلاف هذه الغراسيت بور بيرمي دو سينيزاليزي باش يعملها لا روميزا زيرو نتاع السو سيستم اللي خدم اللول اللي هو لامينا دي بيس واش يقول ياخر بور ان بروشان تريتمون وباش يعمل لي ليفولوسيون بيا لاكتيفاسيون نتاع لي زوتر سو سيستم اللي مش يكونوا بعد. اوكي واضح. اليوم شكون السيستم اللي شفنا بعديك اللي هما سيستم دو بلياج دوزيام سيستم دو بيرساج دو فريزاج بلس سيستم دو كونترول اللي شيخهم الاربعه او ميم طون. اوكي يعني باش نحكي على الديفيرجنس اون اي يعني تاب 2 بيرمي دو سينيزاليزي لو غراسيت اكسكلاف لولا اي داكتيفاسيون لي سو سيستم الاربعه اللي هما الفورماج والبيرساج الفريزاج اي اونفا لو سيستم دو كونترول. قول لي هذوما هذوما كونترول هذوما البيس بون و بيس موفيز يصيروا بعد ما يصير الكونترول. اوكي دونك معناش فونكسيون تاع زوز هذوما فوالا. دونك هذايا كانت المراحل الخمسه نتاعنا لازم نحاول نحفظهم ونحاول نطبقهم في اي سيستم. اوكي بعد قلنا شنو بعد عندي وصلت لتا هناش نعاود ريبلوت من جديد لي سيستم هذوما الاربعه شي مومونتون. اوكي دونك نحكي على ليتاب الاولى يقول لي لو غرافيت اكسكلاف اتون ا سا بروميير ترانزيسيون كون او بليزيور ايتاب دو غرافيت متر سوا اكتيف بور ديكلونسي ليكزيكوسيون دو تاش سادير لهنا كوني كل غرافيت اكسكلاف هذوما من الاربعه يستنى الامر متر باش يخدم. اوكي الامر جاء من ليتاب دو واضح نتاع ديكلونسي تاع هنا لا ريغل دو لو غرافيت اكسكلاف انشين لي ستاب سون ريان دو بارتيكولي. كل سيستم اللي يخدموا الاربعه هذوما يحاولوا يوصلوا المراحل نتاعهم من غير ما يتبدل حتى شيء. اوكي المراحل نتاعهم شنو اخويا عندنا الفورماج دي بلي حسب النص نتاعي الفورماج يصير بار لا رونتي ولا سورتي دو تي جوفيران سي ان. اذا كان عندي سورتي سي ان عندي كابتور ان دو ميم رونتي سي دو ا زيرو. دونك نواصل النص نتاعي عندي سورتي دو فيرا سي ان ا ان ومن بعد عندي رونتي دو فيران سي ان دونك ا زيرو. دو ميم كي نحكي على البارساج في نفس الوقت عندي هنا دو موفمون في البارساج في البوست 2 عندي رونتري سورتي دو لاتي دو فيرا اي دو ميم عندي روتاسيون دو مونتر ام تي 2 بيسكو نحكي على غراسيت بارتي كوموند. دونك نذكر لي بري اكسنر ما نذكروش لي كابتور. اوكي دونك نذكر عندي 14 ام 2 دونك الكابتور نتاعي بي ا سورتي دو لاتي دو فيرا سي 2 عندي كام 2 ميم طون ووقت اللي عندي رونتري دو لاتي دو فيرا سي 2 عندي كيف كيف كام 2. كي نحكي على الفورماج الفريزوراج بلوتو عندي 14 ام 3 لفيرانسي 1 دو ميم عندي المونتر ام 3 اللي هو بور كوموندي لوتي دو فريزوراج. اوكي وعندي سورتي اورونتي دو لاتي دو فيرا سي 3 الموتور دو لابروش دو لونتي دو فريزوراج يصير بار لو بري اكسنور كا ام 3. دونك عندي كام 3 ميم طون بعد عندي رونتري 12 ام 3 وعنا على سويت سي زيرو هو الفا دو دو سورتي رونتري دو تي جيفرا. على سويت عندي لو كونترول كونترول يصير بار لا سورتي دو دو تي دو فيرا هذا لو فيرا سي 4. اوكي لو كونترول يصير اذا كان هبط الجوج هذا في ال في الترو نتاع لوتي ترو دو لا بيس بيرسي. اوكي اسكو سي لا بيس بون و الا موفيز وقتاش نحكي على الكابتور سي بي اي تاكسوني يعني الكونترول يصير كان بار لا سورتي دو تي ديفرا سي 4 ديتكتي بار لو كابتور سي 1. هكا كملنا ليتاب نيمرو 3 نواصلوا لا ريغل 3 كون لو تريتمون اكس كلاف تيرميني. بعد ما كملنا التريتمون اكس كلاف نتاع لي 4 سو سيستيم هذوما اون ايتاب سوبليمونتير سون اكسيون ريست اكتيف. دونك نعاود نفس الحديث اللي عملناه قبل بس زيد ايتاب سوبليمونتير خاصه بال لي 4 سو سيستيم اللي خدمونا تو هذوما. دونك باش نحكي على ليتاب هذه سي 23 ايتاب داتونت مع ريسبتيفيتي نتاعها نتاع على سويت عندي ايتاب 33 كيف كيف مع ريسبتيفيتي عندي ايتاب 52 يعني كل سيستيم باش نبقى عليه البرانسيب هذاك يعني باش تعاود نفس لي 5 ريجل هذوما باش تعاودوا بارتو هذه سي 43. اوكي باهي نواصل l'état de cette étape utilisé dans une réceptive du graphe 7 mètres pour que vous puissiez prendre en compte l'achèvement de la tâche. Il y a trop de monsieur, un sous-système, est-ce que je l'ai amené au même col? Ok, هنا غلطنا شوية ما نجموش نعملهم الكل على أساس شو على أساس ما نجم نخرج بهم الكل هذوما ثلاثة إذا كان ما نحكي على الفام تاع السيكل نتاعي هذايا. اوكي يعني الفام تاع البلياج والبرساج والفريزوراج إلو كونترول إلا ما نكمل الكونترول. الكونترول مازال ما نريدوش أصلا الكونترول
واضح يعني تقول مسيو اش معناتها دونك نحكي هكا فيت في دونك باش نصور لك الشيما نتاعنا هذا السيستم تاعي اوكي هذا الجسم تاعنا جرس دوي دونك لي 3 لي 4 سيستم يخدموا او ميم طون سل سيستم دو باساج سيستم دو بلياج اي سيستم دو فريزولاج اي دو ميم سيستم دو كونترول لكن في الكونترول في الكونترول باش نحكي على ديفيرجنس اون او على اساس بيس بون ولا بيس موفيز اوكي ومن بعد يتسكر ونحكي على جرسون اون او ولا سويت يعني في ناس وقت اخترت لكم السيستم في جرسات اون اي والا اون او هذوما يكونوا هنا في لي جرسات سينكرونيزي واضح دونك قبل ما نخرج باللي 3 سو سيستم هذوما قبل ما نحكي على 3 سيستم اللي 4 سيستم يخدموا بعضهم في الوقت اوكي لكن الخروج نتاعهم يصير امتى بعد ما يصير الكونترول دونك باش نستعمل في السيبيليتي نتاع الجرسات متر كان لي تاب 52 انيكمون اللي هي ذيك اكس 52 اوكي اما نجم نخرج بالسيستم نتاعي تقول لي الاخرين شنو قاعدوا يعملوا يقعدوا في ليتاب داتونت حتى يصير الفان نتاع الكونترول ويصير اسكو اخترت بيس بون او بيان بيس موفيز فوالا يعني ما يصير الخروج نتاعهم كل الا ما نكمل الكونترول نتاعي زدت ما كملتش الكونترول اوكي مانيش نستحكي على ليتاب 52 جوست في ريزابتي نتاع جلسه متر هذيا ينظموا لي النص نتاعنا والديرولمون نتاع السيستم نتاعي شكون قبل شكون فوالا دونك شنو درك 52 على اساس فما دي زوتر سيستمز ما خدمتوش دونك لارك كات يقول لي هنا كوني ليتاب هذه 52 تستعمل في ريزم تاع المتر بور كو المتر فير ليفولوسيون المتر من ليتاب 2 فير ليتاب 3 المتر تعدى من ليتاب 2 فير ليتاب 3 اوكي اذا كان تعدى المتر من ليتاب 2 ليتاب 3 ليفولوسيون دو جرافيت متر بيرمي او جرافيت اكسكلاف دو سينيسياليزي يعني اذا كان تعدي ليتاب 3 بيرمي دو فير لا ريميز زيرو نتاع الجرافيت اللي خدمت واللي صحيح كملت الكونترول نتاعها اللي هي ليتاب 3 وفي نفس الوقت تعمل لي هذيك لي جرافيت هذيا بيرمي دو انا فير انكلونجي لي سو سيستم اللي بعد اليوم ينجم يكون بيس بون والا لي بيس موفيز دونك تاعك الفونكسيون اي فوالا دونك انا لا ريغل 3 ليفولوسيون دو جرافيت متر فيري تاب 3 بيرمي دو سينيسيزي يطفي لي القديم ويخدم لي جديد اوكي اليوم الجرافيت هذي تقول لي مسيو نورمال عندي جرافيت اون او هكا اون او هنا يفرق لي CP ou bien CP bar. Si la pièce bonne, هنا يقول لي في النص نتاعنا إذا كان la pièce bonne, si la pièce est mal exécutée, capteur CP est actionné. إذا كان pièce خايبة عندي CP, إذا كان pièce باهية عندي CP bar. معناها في النص نتاعي إذا كان CP راهي pièce خايبة وإذا كان CP bar راهي سي pièce bonne. اوكي دونك عملنا la réceptivité, la tronçon الأولى نتاع لي دو سو سيستم هذوما او بيان بيس بون ولا موفيز وقتها انت موجود في لا ريغل نيميرو 1 كمل دو اللي دو فيها ماشي نكمل المراحل نتاع السيستم من غير ما تبدل حتى شيء شوف المراحل هذوما فيهم كوني اذا كان بيسه باهيه سي بيس بون وقتها عندي اول حاجه لا رونتري تاع تيج دو فيران سي 4 هذه الفيران سي 4 بعد ما هبط وعمل لا كونترول بيس باهي وخايبة دونك لازم يرجع وبعد يصير ليجيكسيون دو هنا دو لا بيس فير دون ان باك دو ريكوبيراسيون هذا اللي قالوا لي النص لو بون 5 ايجيكت لا بيس كوريكتومون بيرسي دون ان باك دو ريكوبيراسيون ابري كونترول دو بيرساج وقتها باش نحكي على بعد ما عملت سورتي دونك نحكي على رونتري 12 ام 4 ديتكتي بار كابتور هذي دي 1 بور لا سورتي دونك دي 0 بور لا رونتري من بعد يصير ليجيكسيون بار 14 ام 5 دونك عندي او 1 هذا اللي يعطيه لي جرسيت E, بالنسبة للكابتور نتاع الفيران سي 5 1 بور لا سورتي اي 0 بور لا رونتري نرجع 14 ام 5 او 1 بعد 12 ام 5 او 0 اوكي كيف كيف اذا كان بيسه خايبه شو يصير عندي 12 ام 4 يصير لو ريكول او بيان لا رونتري دو تيج دو فيران نتاع الكونترول دونك نكتب هنا دي 0 واضح هكا اش قال لي بالنسبه لي دو سو سيستم هذوما كوني اذا كان بيسه خايبه هنا تواصل تقعد البيسه على السيبور نتاعها سير هنا سير البيس إيمال إكزيكوتي يقول لي لا بيس ريست سو سون سيبور إي تومبورا فير لا سويت دون أن باك دو ريبو البيس تقعد على السيبور نتاعها وتطيح فير أن باك دو ريبو فير لي هنا الباك دي بيس موفيز هذه هي لارجل دوش يقول لي كمل المراحل نتاع السيستم هذاك من غير حتى حاجة بالنسبة زايدة في النص في السيستم هذاك يقول لي لا سويت لارجل 3 دي تو موجود في لارجل 3 اوكي بعد ما كملت المراحل نتاع كل سيستم نزيد ايتاب دو روبو ايتاب داتونت 63 دونك نكتب هذه 64
étapes de repos, 72. Étape de repos pour signaler l'étape de repos. Donc, je stamme le win fait le réceptif de la grève 7 mètres parce qu'il y a un le mètre avec comment. Ok? L'évolution du grève 7 mètres, qu'est-ce que c'est l'évolution? Parce que la règle 4 est dit, c'est sûr. Et tu empêches le chocolat, comment le contrôle en tac? Ou alors, tu as le chocolat, tu as le fin le pliage, le fin le perçage, le fin kif-kif le frisolage et le fin le contrôle. Il y a une fois que tu as le et tu as le واحد من هذوما. Donc, on va dire qu'il y a la convergence en O. Okay? Donc, il y a la convergence en E. Il y a une étape 23 comme le X23 comme le et X33 comme le et X43 comme le et 1 من هذوما الزوز. تقول 52. 52 هذيك اللي عملت لي باش خدمت لي 52 هنا باش نلقى X52. في البلاصه هذيا باش نلقى X52 اللي فرقت لي بين البي اس بي والخايبه. اوكي؟ واضح؟ باهي. إذا كنا هنا قلنا كملنا ثلاثة ذوما أو واحد من هذوما اللي مش كون نحكي على الكونفرجنس أون أو مش كون عندي X64 أو بيان شكون X72 وقتها هي السيستم شي عمل يتعداو ليتاب خمسة اللي هي ليفوليسيون ديال 7 متر المتر اللي يمشي في ليتاب 4 ما عنديش أن سيستم خامس هنا سيستم آخر باش نخدمو أوكي واضح معنا ليفوليسيون تاعي هي الرتور على ليتاب زيرو L'évolution du graphe 7 mètres, puisque je dis un autre système, Chiamel, permet de s'initialiser les sous-systèmes et les rythmes de l'école. Chiamel, la remise à zéro, je dis le graphe 7 mètres pour un prochain traitement, je dis le cycle, je dis. وقتها عندي هذه ايتاب زيرو مش طافي لي لي سو سيستم الكل اذا دونك ايتاب زيرو مش طافي لنا لي سو سيستم الكل ايتاب زيرو بارتو مش طافي لي لي سو سيستم اللي خدمونا الكل هكا كانت هنا ايتود نتاع الجرافيت سانكرونيزي في النص نتاعنا يعني هنا الجرافيت سانكرونيزي راهي بازي على لي سانك ريغل هذوما اوكي كل سيستم يخدم بالطبيعه حسب النص اش يقول لك وتقعد تعاود تعمر لي تحفظ لي لهنا لي سانك ريغل وبيان تحفظ لونشينمون نتاع لي سانك ريغل هذوكا باش تحاول تحكي على الجرافيت سانكرونيزي ان شاء الله نكونوا هنا وصلنا المعلومه وربي ينجحكم اللي يقعد كان هنا هذوما نشوفهم ارسويت مرحبا بكم جديد دونك نحاول نواصلوا البارتي sur les mises en équation des étapes du graphe 7. Donc, on chauffe l'équation l'oula, on a l'activation et la désactivation de chaque étape. On a l'étape 1, 51 ou l'étape 22. Puis, on a l'étape générale, on a mise en équation. Juste à choisir, tu as deux formules, la formule d'activation et la désactivation d'étape. On a l'activation de l'étape N est faite par l'étape précédente multiplié par la réceptivité précédente, avec l'équation d'activation. L'équation d'activation d'une étape N est faite par l'étape suivante. Ok, donc on va te faire l'étape par 1 de l'activation. On va te faire l'activation ici, l'étape qui est là. Et la réceptivité qui est là, c'est-à-dire qu'on va l'activation, on va te faire ok, le chemin de l'étape de l'activation d'étape par 1 est étape 0 fois la réceptivité, elle est X0. multiplié par 10 y fois b, on va faire une fois, on va mettre une virgule, regarde qui est une virgule, fois pi 1, ok, la désactivation, on a par l'étape suivante, et on fait la désactivation sur quelle étape il va être, l'étape x2, voilà, donc on va mettre la suite, et on va mettre l'activation de l'étape 51, et on va mettre l'activation, je connais l'étape 51, elle est l'étape de l'étape, x50, fois x2, la désactivation de l'étape 51 est faite par l'étape suivante, liée à l'étape 52, x52. Qui n'a qu'à l'activation de l'étape 22, je connais l'étape 22 et l'étape 21, x21, fois la réceptivité qui est à 1, ou toutefois l'étape qui est à x23. OK دونك اخر حكايه دونك نحكي على الميزو لوكاسيون دو ايتاب دو غرسيت راهي لي غرسيت تخدم باقي على اساس فونكسيون ميموار ا لا ريبريتير دونك نحكي نذكروا بعضنا الفونكسيون ميموار ا مارش بريتير OK دونك هي ايغال ا غرونت اكس يساوي ام او ا بار فوق اكس ولا اكس فوق ا بار يعني هنا الفونكسيونمون نتاع الميزو لوكاسيون دو ايتاب دو غرسيت اي فيت توجور سوفون سولون هنا ليكواسيون دو لا مارش بيوريتير يعني اذا كان تاخذ باك قديمه باك نتاع 3 سنين و 4 سنين تالي كنا نخدموا الميزو لوكاسيون على اساس فونكسيون ميموار ا لاري بيوريتير اوكي واضح مالي من الريجيم الجديد من 2014 واللي نخدموا على المارش بيوريتير يعني وقت تكتب لها بيوريتير هنا مش طبيعي لك راهو الاستاذ اوكي واضح دونك قول لي مسيو شنو هي ليكواسيون هذه
اول حاجه كي نحكي على لي تاب هذه الفونكسيون ميموار امار سبورتير تحفظها وتابليكيها. نبداو ليكس هي شنو هي بالنسبه لنا احنا؟ هي لي تاب. دونك نحكي على لي تاب ان اش نسوي لان مارش. المارش يصير بار لاكتيفاسيون دو لي تاب ان بلس بيتي اكس هي لا فونكسيون ميموار تاع لو غران اكس. جو نوت نعاود نكتب اكس ان فوا لا ديزاكتيفاسيون دو لي تاب ان. ديزاكتيفاسيون سير par l'arrêt ici par la déclaration de tape n on dit bar à l'équation d'aille yani juste n'écrire l'équation de l'activation l'équation de l'activation désactivation ok on a une formule générale de l'équation de l'équation de la fonction mémoire à la marge pureté qui est la question de l'équation d'aille اوكي لي تاب والام والاكس تعاود تكتب الان والديزاكتيفاسيون اللي كتبتهم هذوما تحط عليها بار هذيك ليكواسيون دو لي تاب ان. نتعداول هنا بور نوتي لي تاب رقم واحد لاكتيفاسيون تاعها هي بلي تاب 0 فوا دي سي كريغ فوا بي ان هذي لاكتيفاسيون او بيان بلوس لي تاب ميموار هي تاب رقم واحد نعاود نكتبها فوا لا ديزاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون بار لي تاب اكس 2 ولوتو بار. يعني نحط الا والدي ونحطها على الفورما نتاع الفونكسيون ميموار ا مارش بيرتير. اوكي كي نحكي على تاب 51 شكون يخدم لي تاب 51؟ اي تاب 51 اي لاكتيفاسيون هذيك اللي كتبتها اكس 50 فوا اكس 2 بلس لا ميموار تاع تاب 51 اكس 51 فوا لا ديزاكتيفاسيون تاع تاب 51 اكس 52 ونحط بار على ليكواسيون تاعي. يظهر لي واضحه كي نحكي على 50 اكس 22 اكس 22 نكتب لاكتيفاسيون تاع تاب اكس 21 فوا ا1 بلس نحكي على الفونكسيون ميموار هي اكس 22 فوا ديزاكتيفاسيون فيت بار لي تاب 23. اوكي نتصور سهله بالنسبه للكواسيون هذه. اخر حكايه جوست نصيحه بالنسبه للجراسيت هذه والميزون الكواسيون تاع الجراسيت. يعني اذا كان مزروب وكل شيء عشوائيه واذا كانوا فات كل وقت عمر لي عشوائيه الجراسيت هذه الميزون الكواسيون وهذا مش لازم تعمرها. اوكي واضح؟ اذا كان فاتك الوقت على اساس في البرامج وقت نعطيو في باك جاونا هنا الكوريكسيون نتاع كل هنا اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون على 5 بوان. اوكي؟ يعني نطبلوا هذا الكل على اساس هنا 3 بوان بلس هذايا تقريبا هنا الكل 4 بوان. وقت اللي الجرافيت كامله هذوما الكل على 3 ولا 4 بوان. واضح؟ تقول مسيو هنا شكون يخدم لي كي نغلط مثال سو ديزون شكون يخدم 50 51 اكس 50 فوا اكس 2 اكس 2 ما كتبتهاش. مش هكا؟ اكتب اي حكايه. نابورت ان شاء الله يكتب اكس 20 اكس 100 واضح. مش نعطيك زيرو في البلاصه هذه لكن في الجراسات نعطيك النوت كامل على هنا في القواعد تاع الاصلاح انه فو با سيليكسيوني لي ليف دو فوا. اوكي يعني بالعربي وقت اللي تغلط في هذه مش تطلب لك هذه وهذه كمان صحيحه. واضح دونك هنا ماذا بينا حتى لو كان مزروبين هنا ما تقولش راني ما كملتش هذه ما نعملش هذه ما نعملش لي زيكواسيون تاعي. اوكي هذه كانت تقريبا الميز اون كواسيون تاع الجلسات. ان شاء الله نكون وصلنا المعلومه والسلام عليكم.